حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه هذا اليوم أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية. نبدأ بأهم العناوين. البداية من المدى، رابع حالة انتحار في غضون أسبوع في بغداد. في العرب اللندني، خلافات بين الميليشيات الشيعية بسبب استهداف المصالح الأمريكية في العراق. في القدس العربي، استهداف جديد للمنطقة الخضراء، والجيش العراقي يتهم مجموعات إرهابية. من الزمان نقرأ، مركز عراقي أوروبي يحث الحكومة على ضبط ترشيحاتها المالية. في الهيانات، سقوط قذائف هون على قرية شمال شرقي بعقوبة. في موقع عربي 21، خبراء تركيا تعتزم شن عملية شمال سوريا بأي وقت. وفي صحيفة بوليتيكيو، إصابة ترامب قد تدمر أهداف الحزب الجمهوري بالانتخابات. ذكر الكاتب ماجد السمرائي في مقال بصحيفة العرب اللندنية عنوان هذه السطور لم أضعه من عندي أو من إرادة الجريدة، وإنما هو وصف لوسم شباب الثورة العراقية انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، وكان وسم لاسخارت عدوة الإنسانية. كان هذا الوسم أحد أكثر الوسوم تداولا في العراق في غضون الأيام الماضية، في وصف ساخر ومؤلم واحتجاج شديد على موقف ممثلة الأمم المتحدة جينين هنيس بلاسخارت في أثناء اجتماعها أخيرا بعبد العزيز محمداوي الملقب بأبي فدك نائب رئيس الحشد وهو عضو هيئة الشورى لحزب الله في العراق. هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها رئيسة البعثة الأممية في العراق الجدل، إذ سبق وتسببت تغريدة لها في نوفمبر الماضي في غضب واسع في العراق بعد أن وجهت فيها انتقادات للمحتجين بحجة قطع الطرقات وتعطيل البنية التحتية في البلاد. بلاسخارت كانت قبل تعيينها بوظيفتها الأممية وزيرة الدفاع الهولندية، إذ أجبرت على الاستقالة بعد اتهامها من قبل وزارة دفاع بلادها بإصدارها أوامر القصف الجوي وقتل الأطفال والمدنيين في مدينة الموصل العراقية عام 2015. بلاسخارت وفق تقارير ميدانية كثيرة انحازت إلى أحزاب الإسلام السياسي المسؤولة عن القتل والفساد والاستبداد، والمئات من المعلقين العراقيين شككوا في نزاهتها واتهامها باستلام رشاوى من الحكومة والأحزاب مقابل الصمت عن الانتهاكات ضد المتظاهرين في العراق، وهي اليوم تبرر لقائها بأبي فدك بأنه من أجل الحوار، وهي حجة قد تقنع الثوار العراقيين. يجدر بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة تحاشي الصراعات الداخلية العراقية والخارجية في ظرف حساس، والمحتجون العراقيون الثوار لا يطالبون بلاسخارت بالانحياز إلى محنة شعبهم في مواجهة دموية مع الميليشيات، لكنهم يرفضون انحيازها إلى القتلة لأنها بذلك تتحول إلى خط دفاع لهم في الوقت الذي تتم فيه محاصرتهم شعبيا ودوليا. في جزء من أساليب المناورة الجديدة، نقلت الميليشيات هجماتها الصاروخية مؤقتا إلى أربيل في رسائل واضحة لواشنطن وللكاظمي بأن يد الميليشيات قادرة على أن تصل إلى الوجود الأمريكي في العراق، لكنها ومن دون أن تعلم فتحت أبوابا جديدة لتصعيد الحملة ضدها من القيادة الكردية التي لم تتردد في تأكيد احتضانها القوات الأمريكية في منطقة كردستان وفضح الدور الإرهابي للميليشيات. كثرة الأحداث والشواهد الأخيرة على الساحة السياسية العراقية تؤكد أن تغيير الحكومة لم تنجح في تحويل العراق من شريعة الغاب والبقاء للأقوى إلى حكم القانون وتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين ومحاسبة المجرمين وملاحقتهم بغض النظر عن هوياتهم أو طوائفهم وانتماءاتهم السياسية والاجتماعية. هذا ما جاء في مقال الكاتب شاه القرداغي في موقع مركز الرافدين راسم.
بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشم المقرب من دوائر صنع القرار في الحكومة العراقية الحالية، اتجهت الأنظار فورا نحو المؤسسات الأمنية للعثور على القتلة ومحاسبة المتورطين في جريمة القتل. ولكن وعلى الرغم من وعود رئيس الحكومة بالعمل على محاسبة القتلة وتقديمهم إلى العدالة، إلا أن التحقيق لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، حيث أكدت صحيفة واشنطن بوست أن السياسيين في العراق يرون أن تحديد الجهة التي أعطت أوامر اغتيال الهاشمي ربما تفجر الوضع السياسي في البلاد بشكل كبير. وعلى الرغم من مشاركة عدة مؤسسات أمنية وعسكرية في البحث عن المخطوف سجاد، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تصل إلى أي نتيجة حتى الآن، وخاصة بعد مداهمة منزل أحد شيوخ العشائر بحثا عن المخطوف، ما أدى إلى ردة فعل شديدة من قبل الميليشيات والأحزاب السياسية التي تستند على دعم هذه العشائر وتوفر لها الدعم والغطاء القانوني لممارسة النشاطات غير القانونية وعدم الخضوع للقوانين. يشعر المواطن بوضوح أن هناك نوعين من الإرهاب، الأول مسموح وهو الإرهاب الذي يصدر عن ميليشيات الطائفية والجماعات الولائية الموالية لإيران والأذرع المسلحة للأحزاب السياسية، إذ تمارس كل النشاطات الإرهابية والخارج عن القانون بحرية من دون أي رادع من الدولة أو المؤسسات الأمنية، بينما الإرهاب الممنوع هو ممارسة هذه الجرائم نفسها ولكن من لدن جماعات أو أطراف خارج منظومة المقاومة الموالية لإيران، وهو ما يعرض صاحبها للمساءلة والمحاسبة والملاحقة الأمنية. قبل أن تتطور عملية نزاع المسلح بين ميليشيات مسلحة والقوات الأمريكية والدولية في العراق والانتقال إلى مرحلة الصدام والمواجهة الفعلية عبر التراشق بالقنابل والصواريخ على حساب أمن العراق وسيادته واستقراره، نتساءل ما الدور الذي يمكن أن تمارسه الجهود السياسية لوقف ذلك الرهان الخاسر الذي لا يجب سوى زيادة بأعداد القتلى والضحايا والخسائر المادية الهائلة في بنيان الدولة العراقية. هذا ما جاء في مقال للكاتب فاضل بداني بصحيفة الزمان العراقية. عمليا فإن عمليات القصف شبه اليومي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تفكر جديا بسحب سفارتها من بغداد لتوفير المناخ الآمن لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية في 20 المقبل، ودون تعرض المصالح والجنود والدبلوماسيين الأمريكيين لاعتداءات محتملة في العراق. لكن التلويح بالانسحاب الدبلوماسي من العراق يعني ذلك تلويحا أمريكيا بالرد المسلح في الوقت الذي ترغب والمكان الذي تختار والهدف الذي يناسبها، وبطبيعة الحال فهذا سيشكل انتهاكا خطيرا لسيادة العراق. إن وضع العراق في الوقت الحاضر يبعث على القلق والشؤم، وإن تطورا أكثر من ذلك سينجم عنه شلل يصيب برامج الدولة العراقية وفي مقدمتها استقالة حكومة الكاظمي وإحلال الفوضى وإذكاء العنف الداخلي لجماعات مسلحة عدة مع انتكاسة اقتصادية كبيرة تحرم حوالي 8 ملايين نسمة من موظفي الدولة بما فيهم الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين من تسلم رواتبهم الشهرية وتأجيل الانتخابات البرلمانية، فضلا عن غياب دور المجتمع الدولي عن العراق. ما من شك أننا جميعا معنيون بفهم الدور الأمريكي الخطير على المصالح العراقية، فواشنطن تمتاز بالمهارة برسم خطط جهنمية خبيثة إذا تضررت مصالحها، وبالوقت الحاضر هي ليست متفرجة بل تخطط جديا لاقتطاع المنطقتين الشمالية والغربية والحضور والوجود في 3 قواعد عسكرية كبرى، في عين الأسد بالأنبار والقيارة في نينوى وفي حرير بأربيل. وهذا معناه بحسب الكاتب في صحيفة الزمان أن البلد يسير باتجاه تطبيق خريطة جو بايدن في التقسيم، ذلك الذي نخشاه بحسب تعبير الكاتب. للمرة الأولى منذ 30 عاما سيدخل لبنان في مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني، وذلك على ترسيم حدوده البحرية
وحل خلافه مع هذا الكيان الغاصب على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة. سيسجل هذا الإنجاز في التاريخ، سيسجل باسم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي تولى معالجة هذا الملف مع الموفدين الأمريكيين على مر العامين الماضيين بصفته المزدوجة ممثلا على الحكومة اللبنانية وممثلا للثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله. هذا ما جاء في مقال للكاتبة رندا حيدر في صحيفة العربي الجديد. حاول بري إظهار الدور الإيجابي الذي قام به من ورائه الثنائي الشيعي في الدفاع عن مصلحة لبنان والرد ضمنا على الاتهامات التي توجهت إليه بمفاقمة الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ورسالة إلى الخارج أن الثنائي الشيعي لا يخاف من الضغط الأمريكي ولا من العقوبات ضد شخصياته ومؤسساته، وهو قادر على مواجهة ذلك، والدليل إنجاح بري لجهود الوساطة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل وحصوله على ثناء وزير الخارجية الأمريكية ومساعديه. كما يحمل الإعلان رسالة إلى فرنسا التي يرى حزب الله أن رئيسها تخطى الحدود عندما اتهم الحزب بعرقلة تأليف حكومة مستقلة في لبنان. أسئلة كثيرة تبقى من دون إجابات واضحة، مثل هل بدء المفاوضات غير مباشرة في الناقورة سيساهم في التخفيف من حدة التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين إسرائيل وحزب الله المستمر منذ تهديد الأمين العام للحزب حسن نصر الله بالانتقام لمقتل أحد أعضائه في هجوم إسرائيلي في دمشق قبل شهرين؟ تساءل الكاتب، هل ستسهم المفاوضات بتحقيق انفراج حقيقي على صعيد الوضع الداخلي المتأزم في لبنان؟ هل سيؤدي نجاح الوساطة الأمريكية إلى صرف النظر عن فرض عقوبات جديدة على حزب الله وحلفائه في لبنان؟ في تقرير لمراسلة صحيفة فاينانشال تايمز كلوي كورنيش تحت عنوان مليارديرات ومفلسون، ذكرت إلى وأشارت إلى حالة عدم المساواة في ثاني كبرى المدن في لبنان وهي طرابلس، فهي من أفقر مدن البلاد ويعيش فيها أثرى أثرياء لبنان. لا يوجد مكان يعبر عن الظلم الاجتماعي وعدم المساواة مثل مدينة طرابلس، حيث تختفي البنايات الجميلة وسط الأحياء المتهدمة. فالمدينة المتداعية التي تعد ثانية مدينة من ناحية السكان ويعيش فيها أكثر من 600 ألف نسمة هي مدينة اثنين من أكبر أثرياء لبنان، وهما رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي، حيث راكما ثروتهما في الخارج بقطاع الاتصالات. وهناك ابن آخر للمدينة وهو مصطفى أديب الذي كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الكارثي الذي ضرب العاصمة بيروت في الرابع من آب، وكشف عن سوء الإدارة والمعاناة في البلد، واعتذر في الأسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة وسط خلافات سياسية حول توزيع المناصب. وتعاني طرابلس اليوم من بطء في التجارة لدرجة تأخر 89% من أعضاء غرفة التجارة في طرابلس عن تجديد اشتراكاتهم حسب توفيق دبوسي مدير الغرفة، وبسبب إغلاق المتاجر أو تجميد أعمالها. وكانت طرابلس مدينة قوية وقعت على خط التجارة الذي يمتد إلى العراق وكتب تاريخها على بناياتها ومعمارها، وتمتد على طول شوارعها الجواهر التاريخية المتلاشية مثل المعرض الدولي الذي صممه المعماري البرازيلي أوسكار نيمير، وبناية عثمانية متداعية وقلعة صليبية. ففي مدينة طرابلس هناك لافتتان باللون الأصفر تحملان شعارا على خلفية مبهجة: لقد أفلسنا. ولا يعرف من دفع ثمن اللافتتين، ولكن الرسالة واضحة وصحيحة بحسب عمدة المدينة الذي قال إن البلدية تعاني نقصا في الموارد المالية لدرجة لا تستطيع مواصلة تقديم أعمالها للسكان. ذكرت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن سيناتور لانس غراهام كان مثل بقية الجمهوريين في واشنطن يراقب ثلاث أزمات سياسية ساءت بسبب انتشار فيروس كورونا وسط الطبقة العليا في الحزب. وأضافت في تقرير لها أن الأزمة الأولى كانت الرئيس نفسه، فحالة دونالد ترامب الصحية ظلت لغزا لغراهام ولغيره. إصابة الرئيس بالفيروس وزوجته ومدير حملته ورئيس اللجنة القومية للحزب الجمهوري وعدد من مستشاريه وثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ معظمهم رحب بترشيح باريت، وضع أهداف حملة 2020 في حالة من الفوضى، وهي حبكة لا يمكن لأي كاتب القبول بها لكونها مبالغة. وقال مسؤول سابق في البيت الأبيض: فعل ترامب الكثير لإفشال ترشيح باريت أكثر من الديمقراطيين.
وهم يخربون على أنفسهم وهذا مؤكد. وأشار إلى أن عددا من قادة العالم تعافوا من الفيروس بدون مشاكل، وإن وودرو ويلسون أصيب بالحمى الإسبانية ولكن بعد إعادة انتخابه. وهناك عدد من السيناريوهات التي يفكر فيها قادة الحزب تتراوح من أن مرض الرئيس سيساعده، إلا أن الحزب يقف على حافة الكارثة ويقف غراهام المتفائل مع المعسكر الأول. هناك من الجمهوريين من يعوم فكرة استفادة ترامب من المرض وزيادة التعاطف معه، وقال جمهوري مقرب من الرئيس لو خرج وعاد إلى البيت الأبيض وقد تعافى تماما بعد 10 أيام من الآن وعاد للمناظرة فسيكون هذا شيء جيد. ذكرت إدارة الأطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد أن حرائق الغابات أتت على أكثر من 4 ملايين دونم في عام 2020، لتتجاوز بذلك مثلي رقم القياسي المسجل لأي سنة. وقد عانت هذه الولاية الأكثر اكتظاظا بسكان من 6 حرائق غابات في تاريخها هذا العام. فقد تزامنت موجات الحر والبرق الجاف هذا العام مع ظروف أكثر جفافاً، وقال علماء المناخ إنها ناتجة عن الاحتباس الحراري. فقد ذكرت إدارة الإطفاء في بيانها أن ما لا يقل عن 31 شخصاً ماتوا في حرائق هذا العام، ودمر أكثر من 8454 منزلاً ومبنىً آخر. كان الرقم القياسي الذي سجلته كاليفورنيا من قبل للأراضي المحترقة قرابة 2 مليون دونم في عام 2018، عندما اجتاحت الولاية حرائق الغابات الأكثر تدميرا والأكثر إزهاقا للأرواح، إذ مات نحو 85 مدنيا ودمر قرابة 19,000 مبنى في مدينة بارادايس الجبلية وحولها. أبقى الآن مشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، إلى اللقاء.